الفقرة دي بقى حضرات هنتكلم وهنتعرف أكتر على رياضة التزحلق الفني على الجليد. والمناسبة دي الرياضة اللي بتشارك لأول مرة في معسكر الرياضات الأولمبية الشتوية في كوريا. وكمان لازم نعرفكم إن هم يا جماعة حصلوا على ميداليتين، والأهم كمان من ده كله هو حمل العلم الأولمبي في افتتاح أولمبياد الناشئين الشتوية. عندنا كلام كتير هنتكلم فيه عن هذه اللعبة وعن هذه الرياضة وعن الإنجازات اللي اتحققت فيها وخصوصا في الفترة الأخيرة. منوراني ومشرفاني دكتورة هبة جرجس رئيس الاتحاد المصري للتزحلق الفني على الجليد. يا دكتور صباح الفل على حضرتك، منورة الدنيا. أهلا بحضرتك يا أستاذ كريم، الحمد لله على السلامة، ربنا يخليكي. أنا سمعت إن أنتوا لسه جايين من يومين من كوريا. بالظبط. لسه راجعين أول امبارح. عندنا حاجات كتير عايزين ندردش مع حضرتك عنها، بس أنا يعني من باب الفضول، لأن إحنا وإحنا بندردش قبل ما نرجع لحضراتكم على الهواء عرفت من الدكتورة هبة إن هي تخصصها الأصلي بعيد خالص عن الحدوتة دي، صح كده؟ صح. اللي هو إيه بقى، نعرف الناس؟ أنا معايا دكتوراه في صناعة الدواء من أمريكا. أوكي. طب وإيه بقى اللي حدثك على الملف التاني ده؟ بالظبط. أنا الحقيقة يعني مجالي هو صناعة الدواء طول عمري. أوكي. خريجة صيدلة القاهرة وعملت دكتوراه بعد كده، وبعدين يعني بشتغل كنت في أمريكا في المجال، وبنتي كانت عايزة تعمل الرياضة دي. أوكي. فمن وهي عندها 3 سنين هي ابتدت، هي دلوقتي عندها 18 سنة، هي سبب بداية الاتحاد. كنا بنتفرج على أولمبيات الناشئين في 2016، أولمبيات الشتوية للناشئين. وقالت لي ماما ايه ده، مفيش علم مصر، ازاي اعملي حاجه، اتصرف. انا بقى ايه، جيتوا عاملين اتحاد على طول؟ لا انا كنتش اعرف بقى اتحاد. تاني يوم على طول انا كلمت الاتحاد الدولي وهو مقره في سويسرا، وسالت فعلا ايه المتطلبات ان مصر تضاف لقائمه الاتحاد الدولي، وسألت إذا يعني متطلبات الملاعب وما إلى ذلك، وإذا كانت مصر فعلا ليها أبليكيشن ولا لا. فقالوا لي لا، وشجعوني وبعتوا لي كل الريكويرمنتس. وبعدين جيت بقى في مصر وقابلت يعني القادة في مجال الرياضة وساعدوني. ابتدينا كلجنة في 2017 تحت مظلة اتحاد الرياضة للجميع. أوكي. بقيادة الدكتور عماد البناني. وبعدين انشانا الاتحاد، والاتحاد انفصل في 2022، وانضمت مصر للاتحاد الدولي في 2022. جميل. هو المشاركات الاولمبيه في الرياضه دي بتبقى اولمبياد شتويه؟ يس، احنا رياضه اولمبيه شتويه. أوكي. ليها اتحادها الدولي اللي هو مقره في سويسرا. والاولمبياد الشتويه دي يعني في 15 رياضه شتويه هي اللي بتبقى بتمارس فيها. الفيلدز بتاعتها بتكون مفتوحه ولا ممكن تتلعب اندورز باي شكل من الاشكال؟ لا يعني لان احنا في مصر ما عندناش جليد بطبيعه الحال. بالظبط. بتعملوا ايه بقى في النقطه دي؟ احنا رياضتنا احنا اللي هي التزحلق الفني على الجليد اللي هو رياضه الفيجر سكيتنج بتتلعب اصلا او يعني في البطولات بتبقى في ملعب مغلق في مسطح جليدي يعني ان ايس سيرفيس. وبالمناسبه ايه الفرق بين التزحلق الفني والتزحلق العادي على الجليد؟ بص حضرتك، هو يعني ولا مور اور ليس ذا سيم؟ لا هو حضرتك التزحلق العادي او التزلج اللي هو السكيينج اللي هو بيبقى على الجبال، ده بيبقى اوت دورز او احيانا في اماكن بيبقى عندها المتاح ان يبقى عندها الاندور فاسيلتي يعني. يا بالمساحه دي يعني، بس ما بتبقاش طبعا هي الملعب مش زي البطولات يعني. أكيد. مش زي بالظبط. بس احنا الحقيقه احنا عندنا في مصر ملاعب، بس احنا الملاعب بتاعتنا كلها في صالات تجاريه. طبعا مولات. مولات. وطبعا بالزبط. على سكيل صغير جدا بطبيعه الحال. ده اكيد. فده مش مرضي اكيد بالنسبه لكم. بالظبط. طب هتعملوا خطوه جديده في هذا الاطار؟ لازم. احنا يعني يدا ليد مع معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، وهو متحمس جدا ان هو يعمل فعلا ملعب في مصر. احنا الملعب الاولمبي يعني انا لما اقول تعبير ملعب اولمبي معناها ان مساحته بتبقى ستاندرد 30 متر في 60 متر. زي ده مثلا. أوكي. ده كان معسكر كنا فيه في ايطاليا. وده اللي احنا عايزين نعمله، لان انا يعني املي اللي هو على المدى القريب ان احنا نستضيف بطولات ومعسكرات في مصر. جميل.